السلام عليكم. نكمل محاضرة عن محاضرات السكيورتي اللي هي الستاتيكال تيست ستريم سايبر سكيورتي سيستم. هاي تعتمد على المواضيع اللي اخذناها بالستريم سايبر، وقلنا ستريم سايبر شانت عملية واخذنا المواضيع. وستريم سايبر هو عبارة عن مثل ما قلت لكم انه عبارة عن باينري ونتعامل يعني. جيد، فنجي ناخذ الستاتيكال تيست. عندنا اول ستاتيكال تيست اللي هو اسمه فريكوانسي تيست. الفريكوانسي تيست هذا ما تقانون اللي هو اكس تربيع عباره عن الان زيرو معناها عدد الان ناقص ان وان معناها عدد الوحدات، عدد الاصفار وعدد الوحدات هاي واحد، والان العدد الكلي مثل ما تشوفون هنا نمبر اوف زيرو نمبر اوف وان. اوكي، و إذا طلعنا نتيجة مال اكس تربيع، اكس تربيع طلعنا نتيجة مالته بين الزيرو وال 3.84 إذا هو باس. هذا التيست. هاي لأني شنو الستاتيكال تيست؟ لأني مال الاختبار العشوائية قلنا عليها إنه قوة الستريم سايبر شنو؟ بالعشوائية مال المفتاح. فشلون نختبر عشوائية المفتاح؟ بهاي الطرق. أول طريقة الفريكونسي تيست، قلت لكم إنه هاي المعادلة بطلع ان المعادلة النتيجة مالتها بين ثلاثة بين الزيرو وثلاثة وثلاثة وثمانية أربعة. فإذا إذا شنو؟ إذا إذا الاختبار باس أو الاختبار تخطى هذا الاختبار يعني. السيريال تيست، السيريال تيست هاي المعادلة مالت الأكس تربيع أوكي اللي هو أربعة ان ناقص واحد، هاي الان اللي هي عدد الاصفار والوحدات. اوكي، سميشن، سميشن المن سميشن راح نجي نشرحها اللي هي سميشن الكل الان 0 0 تربيع زائد الان 0 1 تربيع زائد الان 1 0 تربيع زائد ال 1 1 تربيع. اوكي، ناقص ناقص شنو؟ ناقص الاثنين على ان عدد الان يعني عدد السترينج طولها يعني، ونجي من تربيع الان للزيرو تربيع زائد الان للوان تربيع زائد واحد. نجي نشوف هسه المعادله يعني هذا الدوخ من هاي، نجي نشوف المعادله تنكتب بالمثال. اذا طلع لنا الفاليو اصغر او يساوي 5.99 اذا هو باس. ف راح نجي نشوفه بالمثال شلون راح يصير، راح نجي نشوفه شلون راح يكون. بالمناسبه بث موجود على اليوتيوب يعني ريت موجود متوفر على اليوتيوب. زين، انا ناخذ مثال، ناخذ مثال على فريكونسي تيست، مثال على فريكونسي تيست وعلى السيريال تيست. المثال شو يقول؟ المثال يقول عندي هاي السترينج، عندي شنو؟ عندي هاي السترينج اوكي؟ واجي اختبر شنو؟ اختبر الفريكونسي تيست. الفريكونسي تيست القانون مالته شو يقول؟ يقول انه يقول عدد الاصفار وعدد الواحدات تمام؟ وعدد الكلي. يعني شنو؟ يعني نرجع على القانون السابق، عدد الاصفار ناقص عدد الواحدات اوكي وشنو؟ على ان. فلو نجي نشوف هسه عدد الواحدات نحسبهم بدينا ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا 16 الواحدات اوكي، وعدد الاصفار ايش قد؟ 15 اذا نحسبهم بدينا من ضمن هاي السترينج، وعدد الكلي هي 31 يعني الطول. فمجرد نجي نعوض عدد الاصفار 15 ناقص 16 الكل تربيع، واحد تربيع اللي هو واحد 31 فصير 1 على 31. اذا تجي تقسمها هسه تطلع ايش قد؟ اذا تجي تقسمها 1 على 31 يطلع 0.03. يعني شنو؟ يعني من ضمن هذا الرينج. اذا هو شنو؟ باس. اوكي، اذا هو شنو؟ باص.
زين نجي على السيريال تيست. السيريال تيست تذكرون قلت لكم هذا قانون هناك كان شويه جزء مو واضح، هنا انا اوضح. يقول لك الان على ان ناقص واحد، الاربعه على ان ناقص واحد، الان 0 0 تربيع زائد الان 0 1 تربيع زائد الان 1 0 تربيع زائد الان 1 1 تربيع ناقص 2 على ان، والان 0 تربيع زائد الان 1 تربيع زائد 1. زين الانوان الان 0 الانوان سهلات، نعرف شلون نحسب ونحاسب بيها من بين 15 16 تمام. بس هاي الان 0 0 والان 0 1 والان 1 0 والان 1 1 شلون نحسبها؟ اجي ادور على السترنج اللي تحتوي يعني هذا مقطع 0 0 مثلا، نجي لو نجي نشوف 0 0 وين جاي، هذا هنا 0 0 مو صح؟ صحيح، هاي وحده. والنوب هذا المقطع الثاني هم يعني 0 0 يعني شنو؟ إذا نجي نقول له شنو؟ نقول له هذا مقطع مو صحيح؟ هذا مقطع هذا اللي هذا مقطع 0 0 كذلك شنو؟ كذلك كذلك هذا شنو؟ مقطع يعني هاي سترنج 3 بت 3 بت شو تصير؟ تتقطع تصير اول 3 ناخذهن وشنو؟ وثاني 3 ناخذهن. اوكي؟ تمام؟ فناخذهن بهالصوره يعني شوف هسه هنا هاي بين الاثنين ناخذهن واحد، انه شنو؟ انه ناخذ بين الاثنين هم هنا واحد. بس صار عندي اثنين، نجي نكمل، هنا ايش قد؟ 3، هنا ايش قد؟ 4، هنا ايش قد؟ 5 وشنو؟ و6. فلو نجي نشوف الزيرو زيرو ايش قد هسه؟ 6، اذا حسابي صحيح. زين اجي على الزيرو 1، اجي على الزيرو 1. الزيرو 1 هاي وحده، هاي اثنين، هاي 3، هاي 4، هاي 5، وهاي 6، هاي 7، هاي 8. تمام؟ واضح اعتقد الموجودين بالبث واضح شلون نحسب السيجمنت. جيد نجي هسه على ال 1 0، ال 1 0 كذلك 1 2 نجي نحسبهم يطلع لي قد هم 8. نجي على ال 1 1، ال 1 1 هاي هنا وحده، هاي هنا قد 2، هاي هنا 3، هنا انتبهوا 4 نمشي، 5 نمشي، 6 نمشي، 7 اوكي نقسمها هاي 7 هنا 8 وخلاص. هذا طريقة الحساب هالصورة، طريقة الحساب هالصورة انه نقسم جزء جزء. اجيت هنا مجرد اعوض، مجرد تعويض يصير يطلع لي النتيجة، النتيجة ايش قد؟ النتيجة طلعت لي ايش قد؟ طلعت لي 0.368. إذا شنو هي أصغر من 5.99؟ إذا هي شنو؟ باس. إذا هي شنو؟ باس. أوكي؟ نجي على البوكر تيست. البوكر تيست اللي هو القانون مالته اكس تربيع 2 للأس ام على اف. أوكي؟ سميشن من الزيارة للام عد ام يعني سنجي شنو على نشوف على السيجمنت يسموه. اوكي زين وهنا نجي اكس للاي نجمع حين طبعا صح نشوف شنو الاكس للاي ونجي الام كذلك نجمع ناقص الاف. الاف ينحسب بهاي الطريقه الان على الام. هاي هنا يجوز عندك يصير يعني شلون نقول مو كلش واضح يكون من ضمن القوانين. بالمثال راح يكون عندك شنو؟ راح يكون عندك واضح ان شاء الله حسب القانون. زين هسه هنا بالبوكر تيست مثل ما قلت لكم يعطينا قيمه الام اللي هي قيمه السيجمنت. قيمه الام معطاه، يعطيني الام قيمته معطاه يعطيني اياها بالسؤال. معطيني هاي السترنج هسه هو معطيني هاي السترنج اقسمها على 5 5 اقسمها شنو؟ على 5 5 تمام؟ القوانين هسه السابقه القوانين السابقه هسه زين اللي هي مال البوكر خلينا نشوف هسه نجي عندي 5 5 قسمتهم بقى عندي 1 1 هيدا اسوي له شنو؟ اقدر اهمله. اوكي
القانون مالك ايش يقول؟ يقول ان على الام، الام ايش قد قيمته؟ عدد هنا ايش قد تحسبين؟ 31 على الام ايش قد؟ 5. اذا الاف ايش قد طلع لي؟ 6. وراح احسب كم سيجمنت هنا؟ 1 2 3 4 5 6. اوكي؟ كم واحدة عندي؟ 6 تمام؟ سوري. زين شباب، فهسه الاف حسبناها بهالصوره ان الان على الام على ان الان عفوا على ام وتقسمها طلعت لنا 6. هجي احسب هسه التوافير مال الان. طبعا بالمناسبه لان الاكس 0 والاكس من الاكس 0 للاكس 5، اذا شنو؟ الاكس 0 عدد طول السترنج اللي بيها 0 1، مو 0 يعني عدد السترنج اللي بيها عدد وحدات صفر، عدد السترنجات اللي بيها عدد وحدات صفر، يعني يا هي بيها ماكو لا واحد بيها صفر وحدات، هاي بيها هاي بيها كلهم بيها وحدات. تشوفون هاي شنو اقصد بيها؟ عدد السترنجات اللي تحتوي على صفر واحد، صفر واحد يعني ماكو لا واحد، لا تحتوي على اي واحد، فماكو كلهم يحتوون على واحد، كلهم يحتوون على واحد، كلهم يحتوون على واحد. اذا شنو؟ اذا ما عندي صفر. هنا أنا عدد السترنجات اللي تحتوي على واحد واحد، يعني بيها البت واحد مره واحده. خلينا نشوف هاي بيها ايش قد؟ بيها 2، هاي بيها ايش قد؟ بيها 4، هاي بيها ايش قد؟ 2، هاي بيها ايش قد؟ 4، هاي بيها ايش قد؟ 3، هاي بيها ايش قد؟ 1. اذا ايش قد؟ كم واحده؟ بس واحده. زين عدد السترنج اللي بيها شنو؟ اللي بيها واحدات 2. زين خلينا نشوف كم واحدة. هاي واحدة، هاي لا، هاي 2، هاي لا، هاي لا، 2. اذا نجي عدد السترنج اللي بيها 3 وحدات، خلينا نشوف كم واحدة بيها 3 وحدات. هاي لا، هاي لا، هاي لا، هاي لا، هاي بيها 3 وحدات وهاي لا، اذا ايش قد؟ واحد. وهكذا عدد السترنج اللي بيها 4 وحدات، نشوف هاي هي هاي وهاي 2 بس. وعدد السترنج اللي بيها 5 وحدات ما عندي بيها 5 وحدات، اذا شنو؟ صفر. صار واضح عندكم هاي شلون حسبناها؟ عدد السترنج اللي بيها صفر يعني ماكو ولا واحد بيها، عدد السترنج اللي بيها مرتبه واحده يعني عفوا مرتبه واحده بيها بت واحد يعني قيمته واحد، وهنا بي يعني وهكذا. اوكي هسه نجي نحسبهن، نحسب التوافير من العدد الكلي من الام الى كل ساعه، يعني كل ساعه نحسبهم للكل، يعني للكل من الصفر للخمسه، فخمسه وصفر مجرد نعوض يطلع لنا، يعني هاي قانون مال التوافير اللي هو موجود هنا. شوفوا هاي، شوفوا الام للاي، الاي ايش قد؟ صفر واحد حد الخمسه، مجرد تجي تعوض وفكتوريال تحسب يطلع لك لنا القيم اللي هي هاي القيم، تعويض مباشر، يعني اقصد تعويض شنو؟ مباشر، مجرد تعوض هنا يطلع لك لنا القيم. الرياضيات بسيطة. زين بقى عندك القانون الأصلي اللي يقول شنو؟ اللي يقول 2 للاس ام على اف سميشن من الزيرو للام، والنوبل اكس للاي على الام للاي. القانون هذا اللي اقصد فيه. اوكي هسه نجي نعوضه شلون؟ نجي نعوضه 2 للاس ام اللي هي قد الام، لو تشوفوها 5، ف2 اس 5 ايش قد؟ 32. اوكي تمام، الاف ايش قد؟ الاف 6، ف 32 32 على شنو؟ على 6 تمام. نجي النوب هنا سميشن من الصفر للخمسه، تمام من الصفر للخمسه، الم للاكس اي على الام اي. اوكي نجيب سميشن الاكس للاي ايش قد؟ اكس لها تربيع طبعا. زين الاكس للاي للصفر ايش قد؟ لو تشوفوا هنا صفر. اوكي زين هذا الام للاي ايش قد؟ الام للاي مالتها هاي قدامها، تشوفوها كل واحده قدامها، هاي الصفر، هاي ايش قد؟ واحد قدامها، يعني ايش تصير بهالصوره؟ تصير بهالصوره
اوكي زين. هسه نجي نشوف، اخذنا اول الصفر، الصفر على الواحد زين، الثانيه الواحد على اليمن على الخمسه، الواحد على الخمسه بس تربيع كون انتبه، يعني واحد تربيع ما تاثر، الصفر تربيع ما تاثر زين، الاثنين تربيع على منه على العشره، اثنين تربيع اربعه على العشره هاي اللي وراها، الواحد تربيع على اليمن على العشره، واحد تربيع على عشره وراها، اثنين تربيع على خمسه، اثنين تربيع على خمسه وراها، صفر تربيع على واحد، صفر تربيع على واحد. هسه مجرد اجي اجمع، اجي شنو؟ اجي اجمع ويطلع لي في النتيجه معينه اللي هي ايش قد طلعت لي انا؟ 1.99. قبل لا يطلع النتيجه اكو مشكله هنا، انا شلون حسبنا الفوق؟ اكو سؤال شلون حسبناه؟ طبعا هي بس مجرد رياضيات، انا ما ابي شيء، مجرد رياضيات بس يعني اريد شويه تركيز. اكو سؤال شلون حسبناه؟ كلش واضح جيد. تمام. هسه النوب شلون طلع هذا باص؟ شلون طلع هذا باص؟ ما عندنا في الشرط، هاي تذكرون ما عندنا في الشرط احنا نقول لكم هذا باص او لا. زين؟ بس المايك انتبهوا الاخوان. فما عندنا في الشرط نقول انه هذا باص لو لا. هنا ايش قال الدكتور؟ قالت هذا باص لان هذا يقارن في الجدول اسمه فريدوم تيبل اللي هو جدول الحريه. اوكي؟ اللي هو هذا شنو؟ فالجدول تعطيك اياه وتجي تقاطع، يعني شلون تقارن خلينا نقول الفاليو اللي هي من 1 الى 9 عفوا 1.9 تلقاها بجدول الحريه انه تلقاها باص. يعني ما راح تدوخك بهاي المساله، ما راح تدوخك بهاي المساله، اذا تريد تدوخك شو تسوي؟ مو تعطيك شنو؟ تعطيك التيبل مال الحريه. يعني تعطيك التيبل مال الحريه وتقول لك مثلا هذا قال 53 اعتقد قالت وقتها هي. اعتقد قالت هي ب 53 هيك، يعني تعطيك التفاصيل، يعني هي ما تقرا التفاصيل بس اكو جدول مال الحريه على لابين اساسا تجي تكتب جدول الحريه، طبعا ما راح يجيك بس اذا قلت لك يعني بدنا تجي تكتب فريدوم تيبل اوكي فريدوم تيبل تجي تشوف هنا، شوف هذا جدول الحريه يعني في التفاصيل بيها انت ما تهمك. تمام اخوان؟ يعني على هالسهل لك اياها يا دكتوره، يعني ما راح تفك اياها بهالصوره، اوكي؟ المهم نرجع، فهسه شنو؟ طلع باز، اذا طلع اقل لازم يعني جدول الحريه يعطيك اياها القيمه، لازم هاي تكون اقل، فاذا شنو هي؟ باز، اوكي؟ تمام، من القانون بال 53 اعتقد قالت يطلع باز. بس يعني ماكو قالت، يعني قالت انا اذا اريد اجيب اعطيكم التيبل لازم. زين فخلوها بباركم يعني. زين. هسه نجي على الران تيست، الران تيست هذا يعتمد عيناً على مواضيع حكيناها وين؟ بالمحاضره السابقه اللي هي الران، شلون نحسب الران وشلون نحسب الجاب وشلون نحسب البلوك. يعني مواضيع عدناها بالمحاضره السابقه. زين. هنا شو راح نسوي هسه هنا؟ نجي نحسب الران تيست. الران تيست يقول لك this test apply after serial test. لازم انت شو تسوي؟ مسوي serial test، يلا تسوي الران تيست. زين. هسه نجي نشوف شلون هذا التفاصيل مالته. طبعا هذا هنا يجي يحسب يعني هنا يجوز هنا مو واضح، يكون بالمثال اوضح لكم. هنا يجوز يكون مو واضح، بالمثال يكون اوضح. ليش؟ لان قوانين حتى الاختبارات القبله بالقوانين تكون شويه مو واضحه، بالمثال كذا. فنروح للمثال احنا نشيك. نجي نقول لك، يقول لك شنو عندك؟ يقول لك التيست سيكونس بلو اوف ران تيست. يقول لك سوي لي الران تيست مال شنو؟ مال هاي السترنج. جيد. كم رانز هسه راح موجوده؟ نقدر احنا الرانز نحسبها بهالصوره. اوكي؟ اوكي. زين. كم رانز 01 فتجي ال 01 تحسبهن، ف 01 هاي واحده هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه هاي خمسه سته لا
زيرو هنا لا مو زيرو وان ران عر. طول شنو ها عدد عدد الجابس بطول واحد سوري عدد الجابس بطول واحد هاي هاي سوري مو زيرو وان هاي اللي هي الرانز ما اقول يعني شنو الرانز مو ان هاي عدد الرانز اللي هي الرانز شنو زيرو معناها الجابس طولها شنو طولها واحد فهنا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام شباب خمسة عندنا فتجي تحسبهن الجابس شنو أقصد بها أصفارة مو أنا حسبت الرانزات أول شيء أقول له الرانز زين اخوان فمو انا حسبت الرانز فاقول للرانز للزيرو يعني شنو اقصد بها الجابس طولها واحد فقاعد احسب ان طولها واحد هاي وحده هاي اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه سوري هاي اربعه وهاي خمسه اوكي عدد الجابس بطول اثنين فاجي بطول اثنين هاي وحده هاي اثنين بس عدد الجابس بطول شنو؟ بطول ثلاثه اجي اشوف الجابز اللي بطول ثلاثة هاي واحدة هاي اثنين بس بعد ما اكو بطول اربعة فش اقول لك اتوقف لان ما عندي بعد اعلى لو شوفوا اربعة اكو اربعة جابز لا ماكو فاقول له اتوقف تكتب هاي ما تكتبها مو فد مشكلة يعني هاي العبارة بس اسال توقف ليش توقف؟ اقول لك توقف ليش؟ ما عندك بعد اربعة زين لا تكتب هسه ار ار زيرو لاربعة شو يطلع لك صفر ار زيرو للخمسة صفر يعني بعد صارت العملية مو مجدية بعد ما يفيد اوكي عدد الرانز عفوا عدد البلوكات اللي بطول واحد ايش قد؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة يطلع لي أربعة عدد الرانز اللي بطول عدد عفوا البلوك اللي بطول اثنين زين بطول اثنين وينها؟ هاي واحدة هاي اثنين بس اثنين وهكذا تحسبين الحد من الحد أربعة خمسة هاي أوكي هاي واحدة بس ستة أكو لا ما أكو ستة فشنو أتوقف ما عندي أكثر زين ما عندي شنو أكثر طب هسه نرجع على القانون نجي شريد بعد الـ R0 يعني شنو عدد الرانز عفوا عدد البلوكات كم بلوك عندي كم بلوك عندي مجرد اجمعها خمسة باثنين باثنين يطلع لي تسعة لأن يعني اقصد هاي الخمسة وهاي الاثنين وهاي الاثنين اوكي طلع لي ايش قد تسعة او تقدر تحسبهم بايدك بس يعني منها اسهل لك يعني تقدر تحسبهم من جديد بايدك ماكو مشكلة بس منها ان حاسبهم انت فاسهل لك زين عدد الرانز عفوا عدد البلوكات ايش قد الرانز للوان يعني شنو اقصد بالبلوك ايش قد تحسبهم اربعة واثنين ستة واحد سبعة وواحد ثمانية اوكي زين الان زيرو الان زيرو شلون نحسبها الان زيرو مجرد تجي هاي وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مثل ما قلنا قبل شوية ندور على هاي الصفرين زيرو المن زيرو وان طبعا هاي بالمناسبة هاي هنا مسهل لك اياها يعني شلون شو يقول لك؟ يقول لك ال R0 انت اي شيء R0 هو لازم يجي وراه شنو؟ يجي وراه شنو؟ يجي وراه واحد اللي فصله فمن عندك 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 بلوك ويجي وراه واحد فايش راح يصير عندك بالتالي؟ يصير الصفر واحد بس بالاخير ماكو واحد فشنو؟ نقصها فهاي يعني مو فد شيء انت تدور نفسك هاي يعني هاي يقول لك انه كل ما يجي بلوك كل ما يجي عفوا جاب يفصله شنو؟ لازم بلوك فيجي واحد يعني فطبعا ما تهمك هاي هاي يعني حتى لو تشفع عليها شفعها يعني بس هو مسهل لك اياها عود بس لا تدوخ نفسك فيها مجرد تحسبها بيدك اسهل لك زين تجي على الواحد زيرو ايش قد الواحد زيرو شلون تحسبها؟ تجي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كذلك تجي ثمانية تمام؟ هسه ايش صار؟ ايش بقى عندي؟ بقى الان واحد واحد، شلون احسب الان واحد واحد؟ تريد تحسبها بهاي المعادله او تحسبها بايدك، شلون الواحد واحد؟ هاي وحده مثل ما قلنا قبل شوي، هاي وحده هاي شنو؟ اثنين هاي شنو؟ ثلاثه هاي هنا اربعه هنا خمسه هنا سته هنا سبعه هنا شنو؟
أنا 80 يعني شو قبل شوي حسبناها هذا السريال هذا التيست هذا التيست شو حسبناها قبل شوي يا أخوان نفس العملية لأن حسبناها نفس العملية تحسبينها أنا أوكي مجرد حساب الواحد واحد والصفر صفر 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 شلون تحسبه تجي هاي وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وشنو وستة فجأة يطلع ستة وهاي ثمانية صح هل صار عندي شنو كل المعطيات صار عندي شنو كل المعطيات هسه انه اجي شنو اعوض طبعا التعريف راح يكون شنو جدا طويل فانتبهوا له شويه اجي ذني المعطيات كلهم اجي اعوض شو اقول له الار 0 يعني شنو الار 0 للواحد الار 0 للاثنين الار 0 للثلاثه لحد ما اوصل لحد النهايه اوكي مجرد تعويض تجي تعوضهم هنا انا الشيء ما كان شيء يقول لك يقول لك الان الان اللي 31 طول السلسله اوكي مجرد وعلى شنو على الاثنين الاثنين للاثنين زائد اي تمام في الاثنين للاثنين زائد اي على الان على شنو الان هسه ما تجي تعوض لان القيم طلعنا قبل شوي تجي تعوض طبعا هذا يعني السريال جدا طويل بس هو شنو هو الفكرة الفكرة إنه يعني ما مجرد تجي تعوض مجرد شنو تعويض زين هسه نجي للآر للزيرو للواحد إيش قد كانت إيش قد خمسة أتذكره قبل شوي هاي شوف هاي حسبناها إيش قد خمسة زين اللي وراها إيش قد كانت اللي وراها اثنين اللي وراها شنو اثنين باو فاثنين اثنين حسبناها تمام زين هاي 31 نفسها الان ال عفوا اثنين للأس اثنين إيش قد ثمانية زائد الآي إيش قد عفوا اثنين للأس اثنين زائد الآي الآي إيش قد واحد فصير اثنين أس ثلاثة اثنين أس ثلاثة إيش قد ثمانية في نفسها اثنين أس اثنين آي زائد واحد اللي هي إيش قد هم ثمانية كذلك نجي نجمعها من جديد بس مجرد تعويض مجرد بس تصفنها شوية يا إخوان تصفنها شوية أنا ما أخذ وقت بيه هواي مجرد تصفنها شوية التعويض تفتهمه اوكي مجرد تصفر لا تفتهمه مجرد بس دي اعوض حسب القيمه ذكرناها فوق هنا نفس السالفه بس هنا دي اعوض على اليمن دي اعوض بالتي زيرو على الجابس بالتي 1 دي اعوض على اليمن على البلوك نفس العمليه السابقه بس هنا الار يجي على بني يجي على اليمن يجي على بني على بني تحت عمليه يجي يعوضهم اوكي مجرد تعويض بسيط يطلع النتيجه يقول لك شنو الشرط مالته اذا اصغر من هذا اذا هو باص واذا اصغر من هذا اذا هو شنو باص تمام اذا اصغر من ذني القيم اللي معطيك اياها اوكي يعني لازم التي 1 التي 1 طبعا ذني ما جدول الحريه يعني بينها ما جدول الحريه تمام حسب ما قال الدكتوره يعني يكون اصغر من ذني مثل ما قبل شوي قلت لكم انه اصغر من 1 9 9 اللي هو هذا ذكرناه قبل شوي جدول الحريه اوكي هاي نعم انا كذلك ما شنو يعني صور هذا هم يعني جدول الحريه يعني وتدون رايي انا ذني ما راح اجيب لا هو ولا البوكر يعني لا الرانز ولا البوكر يعني شرحه او كتابته كلها كلش يعني دوخه تكون واكو اسهل منه ويكون مفهوم زين هسه الاوتو كولوريشن فانكشن هاي اخذناها اوتو كولوريشن وين اخذناها قبل اخذناها بالمحاضره السابقه المحاضره الثالثه زين اللي هو كنا شلون نسوي ناخذ التاو وشلون وكذلك اخذناها وين بالكولوم بالكولوم لما قلنا شنو القاعده الثالثه انه ناخذ الاوت فيز اوتو كولوريشن والاوت فيز قلنا شنو معناها تي لا تساوي زيرو زين عندي هنا عندي ذني القوانين مال الاوتو كولوريشن احنا قبل نروح للمثال افضل حتى نفتهم القوانين زين هسه هنا أنا عندي الدي ايش قد الدي اللي هي شنو واحد يعني الدي عن طريق عندما الدي واحد خلينا نشوف ايش راح يصير طبعا هذا شنو دي يعتبر عشوائيه يعني يحط قيم يفترض الدي 1 دي 2 تدرون انت هاي قيم شنو اخذ بها مال التشفيت زين فهل نجي نشوف شو راح نسويها زين نجي هنا الدي اذا كانت الدي شنو اذا كانت الدي واحد القانون شو يقول
قانون يقول لك انه الـ 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 الان للواحد تربيع، الان للواحد تربيع في الدي العفو الان ناقص عن الدي حسب هذا القانون السابق. اوكي هذا القانون السابق تمام. فنجي نحسبها يطلع لنا ايش قد 7، يطلع لنا 7.99 في حال الدي واحد. في حال الدي اثنين ايش يطلع لنا؟ منعوض 7 بوينت شنو؟ 7 بوينت شنو؟ يطلع لنا 7 بوينت 7 2 زين. ونو بنجي شنو اذا كان 3 يطلع لنا شنو؟ 7 بوينت 4 5 زين. يطلع لنا شنو؟ 7 بوينت 4 5 حسب القانون زين. هسه نجي شنو؟ نجي نشوف الحساب. هاي هنا سترينج المعطى مفروض يعطيك اياها، سترينج المعطى بالسؤال اللي هو هذا. اوكي سترينج المعطى بالسؤال اللي هو هذا المفروض نعم. فتجي تختبر اها بمناسبه هذا النتيجه مال شنو؟ مال ضربهم هاي تكون اخيرا النتيجه مال شنو؟ مال ضرب بين الاثنين. لو شو بس صفر في واحد صفر، واحد في واحد في صفر صفر، صفر في واحد صفر، واحد في واحد واحد. المهم وين يطلع لي واحد؟ وين يطلع لي واحد؟ انا شنو؟ انا اخذه فايش قد الواحدات؟ لو تشوف 8 فقيمة الاي ايش قد؟ بقى اقول لك انا اند اور مالتيبليكيشن اوبريشن اسوي شنو؟ مالتيبليكيشن او اند، يعني اند نفس المالتيبليكيشن تدور انتو. فايش قد طلع لي الاي؟ قيمه الاي قد طلعت لي، قيمه الاي ايش قد طلعت لي؟ 8. اوكي قيمه الاي طلعت لي شنو؟ 8. بالمناسبه عندي هاي يعني سترينج الثانيه من جبتها انا؟ الثانيه من جبتها؟ ثانية هي مال التشفيت بمقدار مثلا هسه هنا مقدار ايش قد مشفت؟ مقدار مقدار واحد اعتقد اول وحده مشفت. فهي هاي الجو عباره عن شنو؟ هاي سبرنج الاصليه وهاي الثانيه شنو؟ مشفت المقدار واحد تمام؟ والنوب شنو؟ اجي اسويها مالتبليكيشن والنوب شنو؟ يطلع لي هاي النتيجه مال شنو؟ مال الضرب مالتهم. هاي الثمانيه شنو هي؟ هاي الثمانيه اللي هي عدد عدد شنو؟ المشابهات. زين فلو شوف هسه هذا هنا، هذا هنا مجرد بعد تشفيت، هذا تشفيت ليش شفته. اوكي هسه النتيجه بس شنو؟ ما راجع بالتالي طالع هنا شنو؟ اكو ماكو صفر تشوفون اكو هنا نقص لان نوت بيريودك تمام. ما راجع يعني شلون مثل ما اخذنا وين اخذنا البيريودك؟ اخذناه بالسايبر تيست بالمحاضره الثالثه تذكرون. كنا نشفت انه شنو؟ نضيف فد عنصر عن طريق الاكس او لا تتذكروها. فهسه شنو؟ هنا نجي ضربناهم طلع النتيجه. المهم هسه النتيجه مال المهمه شنو؟ يعني النتيجه مال اي يعني راح نجي نحسب على اساس هالمعادلات. المعادله شو تقول؟ المعادله شو تقول؟ اللي نحسب بها الاكس تربيع، الاكس تربيع عباره عن شنو؟ عباره عن الدي العفو الاي ناقص شنو؟ القيمه مال هاي حسبناها. اوكي؟ القيمه مال حسبناها. فهاي بالنسبه للواحد ليش؟ لان تشوفون الاي للواحد. الاي للواحد، فهاي مقدار التشفيت هنا ايش قد؟ بالنسبه للواحد، تمام؟ طبعا انت المفروض تحسبهم كلهم، بس هسه هو حاسبين بس للواحد لان نفس العمليه ده يقول لك. زين. هسه نجي نشوف. طبعا بالمناسبه اخوان التشفيت جاي من هالجهه، واو التشفيت بعد من هالجهه، حتى خاف واحد يقول شلون مشفت هاي. شوف التشفيت جاي هيج. اوكي بمقدار واحد تشوفون ما عبر اكثر، بمقدار شنو؟ واحد وهكذا. تشوفون اخوان التشفيت شلون يكون؟ طبعا يعطيك هاي بس هاي السترنج يعطيك اياها، وانت شنو؟ الشفت بمقدار اللي يريده الدي حسب الدي المعطى. ايش قد معطاه هو هنا بالسؤال؟ معطي الدي واحد، فحسب الدي شفته اكيد انت من تجي من هنا من الشفت. ليش هذا صار عندك فارغ؟ ليش؟ لان يعني انت دش شفت. اوكي فيعني هذا ما يصير جوا، لازم شنو؟ يشفت هيجي. اوكي شنو؟ يشفت هيجي. وهذا النوب الصفر لازم يجي هنا بس انت لين ماكو ما عندك تشفيت. اوكي
نجي نحسب المشابهات مثل ما قلنا، طلعنا 8. المهم نجي نعوض هسه، نجي شنو نعوض؟ عوض مادي اللي عفوا اي اللي هاي وهاي قيمة النانو مايكرو اوكي، او ايش اسميها حسب اسمها هنا اوكي، ربحهن تقسيم نفس القيمة اوكي، يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا فد فاليو معينة. هاي الفاليو حسب السؤال شو يقول لك؟ اذا كانت اصغر او يساوي 3.81 اذا هو شنو؟ باس. اذا هو شنو؟ باس. هل هو اصغر؟ اي نعم اصغر، اذا شنو؟ هو باس. طبعا تجي تجرب بعد، تجرب وين 2 وين 3 حتى شنو؟ تشوف الفاليو تطلع لك مال شنو؟ عشوائيه، مال عشوائي، مال اختبار العشوائيه. زين هسه طبعا هو انا راح يجربهن، بس انا راح امشي عليهن بسرعه لان انا صار واضحه اعتقد. فهنا اشوف ايش قد شفت، هنا انا ايش قد شفت الدي، انتبهوا هنا الدي ايش قد؟ الدي 2، فايش قد شفت؟ لو تشوفون دي شفت 2 وياي، والتالي شنو صار هنا عنده؟ صار 2 زحفا فرغا، تمام؟ كذلك يجي يحسب الاي ايش قد؟ هنا الاي صدفه طلعت 8 مو الا يعني، بالصدفه طلعت 8 يعني مو اللي يطلع 8، تمام اخوان؟ فيقول لك بالاي همين 8، نجي همين 8 ناقص قيمة اللي حسبناها وين؟ بالسلايد السابق مال الدي، العفو بالنسبة لي 2، نجي يطلع لنا هاي الفاليو، هل هي اقل؟ اي نعم، اذا هي شنو؟ فاص. وبالنسبة للسؤال للعفو للمثال الاخير كذلك نفس السالفة. اوكي؟ همين الشفت مقدار ايش قد؟ 3، لو تشوفون ايش قد الشفت هنا؟ الشفت بمقدار شنو؟ 3 اوكي، شفت المقدار 3 شفتهن، والنوب هم يعني كذلك هم يعني بالصدفه 8 يعني اخوان، خلوها با وهكذا. اعتقد هاي المحاضره ما بيها شيء، بس شنو بيها؟ رياضيات اكثر شيء، فلازم يعني لما تحلهن تركز لما تحلهن حتى شنو؟ حتى يصير سهل عندك ان شاء الله. اكو سؤال اللي هنا بهاي المحاضره، اكو سؤال اللي هنا لهاي المحاضره. اعتقد الامور طيبه ان شاء الله، ما بيها شيء، مجرد رياضيات وتجي تركز فيها. ماكو سؤال اخوان؟ بس اكتبوا لي حتى اذا هاي انهي المحاضره نجي محاضره جديده. أنا راح أوقف التسجيل حتى أسجل من جديد. انتهت المحاضرة، تحياتي لكم.